السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. حاليا في منفذ البطحاء ضباب وانعدام الرؤية شوي. هذا الطريق القديم على اليسار شايفين، هذا أول مرة زرته سنة 92 1992. توجه إلى المكتب في أبو ظبي. هذا موقع مكتبنا الإقليمي في أبو ظبي، قريب من ميناء زايد، جزيرة الريم هذه. هذا شارع فاطمة بنت مبارك، وهني موقع برج الخزنة اللي فيها المكتب، مكتبنا الإقليمي. هذا برج الخزنة برايمستون الدور الأول، مكتبنا الإقليمي في أبو ظبي، برايمستون إدارة العقارات. هذا مكتب الإقليمي في أبو ظبي مع أخوي علي الجنيبي، اليوم مو مداوم غاية. مثل ما تشوفون حاليا بالمكتب هني استقبال مكتبي، مكتب الأخ علي. هذا المطبخ، هني الاستراحة. الحمد لله تم بيع أراضي في منطقة مصفوط تجارية، وإن شاء الله في بعد في عجمان، إن شاء الله في دبي. مع ما تشوفون معي دائما جروبات العقارية فيها فائدة انها تجمع ذوي الاختصاص. هذا جروب خاص في ابو ظبي، والجروب يضم تقريبا شايفين 229 شارك. ارجو التوفيق للجميع. إن شاء الله راح أوفيكم كل العروض إن شاء الله والأسعار. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سنة 2016 قبل لا وقع العقد مع الشركة اللي هي برايم ستون. الحمد لله تم الاتفاق ان مقرنا هنا عند اخوي حسين وعند اخوي علي.
الحمد لله تم الاتفاق، وهذا مكتبي الاقليمي عند اخوي علي، وهذا يقول كلمه. يا مرحبا بك يا ابو مبارك، وهذا مكتب طال عمرك. يا حياك الله والله ابو مبارك، شرفتنا طال عمرك، انت الداخل كان طالعين، والمكتب مكتبك. يتبارك يتبارك بهاله والله، انت ما طول عمرك. المركز التجاري العالمي في الإمارات، طبعا المواقف لها مكاين تحصيل رسوم، طبعا تحطون البطاقة ويطلع الخردة معها بعد. شوفوا لي وراي منهم حق تخوف. السلام عليكم. الحين في محل اخوي ابو احمد. هلا والله ابو مبارك، يا مرحبا، وان شاء الله يجولك اهل الكويت في المحل ما شاء الله. ان شاء الله يا مرحبا، زورونا تحب وشغلات طيبه. الحين اوريك هذا محل معاثر للسجاد اليدوي والتحف، يعني شغلات حلوه ما شاء الله، واسعارها طيبه وما يقصر ابو احمد. ها يا مرحبا، الله يسلمك عزيز يا ابو احمد، الله يبارك لك في حلالك ما شاء الله تبارك الرحمن. امين ان شاء الله. شغلات مميزه وتحف، وراح اتصور لكم كرت ابو احمد، الله لا يهينكم، كابتشر الصورة عاد، اللي يجي بأبو ظبي ما يقصر مع أبو أحمد. وهذا تحفة أشغال يدوية. من أينه؟ جميع الأعمال الغالبية شغل يدوي. اسمحوا لي صورت متاخر، لكن ان شاء الله في جايه ثانيه باذن الله. والله ما قصر اخونا علي الله يجزاه خير، مع اني محذر انا من العشاء هذه. وبعشاك وبعشاك وهذه هذه هذه يسمونها الدتشه. ها هذه القعده ما شاء الله، هذه سعدها ما تعدلت، هذه لسه الشتاء والجو جاي زين. هذه منطقه خليفه بن زايد، ها شايفين مساحات البيوت ما شاء الله، وهذه ديوانية اخوي علي ما شاء الله، مساحة طيبة. شكر وتقدير لأخوي علي عبد الله الجنيبي رايم ستون لإدارة العقارات على هالكرم الطيب، ما قصرت يا اليوم عند أبو سلطان. الحمد لله بخير، يا أبو ظبي وعند أخوي علي.
بقدر صار مع الشباب. يا جماعة اشهدوا عليه ان جاء الكويت بيجي الجارة ان شاء الله. حاضر اكيد اكيد عزيز ابو سلطان جدة. يا جماعة باركوا له علي عرسه بعد كم يوم جدة. الله يبارك. اسبوعين اسبوعين ها فضل ان شاء الله. قرب قرب ان شاء الله. هذا بالعقول بالعقول والله حسين الله يحييك يا حسين. هذا تكسرتوها هذا الدتشة عند علي بس عاد على هالجو ممتازة. اي والله كل الشكر والتقدير لاخوي ابو سلطان الله يسلمك واخوي حسين واخوي علي. مع اخوي احمد المنصوري ابو ابراهيم. يا مرحبا يا مرحبا. زارتنا البركه ان شاء الله مدينه شيخ بوط. يا مرحبا استاذ. زارتنا البركه عزيز وغالي. وهذا الشيخ غانم. تجي الكويت يا غانم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وابو ابراهيم ان شاء الله بيزورنا باذن الله. العجيب ان ابو ابراهيم راعي طير وراعي ها وراعي مطيه وراعي ركض ريس عزيز وان شاء الله بنيكم بالمهرجان الريس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ابراهيم متوجه لصلاه التراويح الحين. عسى الله يتقبل وكثر الله خيرك ان شاء الله. رادين الكويت داود بعد المسافر يقول كان مستجاب. اليوم السحور عند اخوي علي الجنيبي في البيت. توني واصل. كثر الله خيركم يا الربع. من قوي يا علي انت رايح البحر بخليني لحالي والله الحدك. الله يكثر خيرك يا علي. خيرك الله يسلمك. هذا اخوي صالح واخوي محمد. هذا ترى ان شاء الله راح يجي الكويت باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وعد وعد ان شاء الله باذن الله. يا علي تجينا الكويت انت والشباب الطيبين ومجلس عامر ان شاء الله. تقبل طاعتكم كل عام وانتم بخير. كثر الله خيرك يا ابو عبد الله. العافيه وبارك. زيارتنا البركه عزيز وغالي. الزيارات الجايه ان شاء الله نشوف بعض. اصبحنا واصبح الملك لله ان شاء الله. متوجه لبلديه ابو ظبي ثم الى البحرين ثم الكويت. هذا مدخل الفندق. هذا شاطئ الراحة. هذا الراحة مول. توجه لأبو سلطان في بلدية أبو ظبي. قريب للبلدية حاليا. هذا مقر بلدية أبو ظبي. إن شاء الله إني ألقى أبو سلطان. ما عنده اجتماع. لو رجعت الكويت أقول لكم إن شاء الله شنو فيه. الله يرحمه أبو سلطان حسين بإذن الله. راح أخلص الشغل أتوجه البحرين ثم الكويت إن شاء الله. الملتقى بالكويت بإذن الله. مبنى البلدية ضخم ما شاء الله. شرفت اليوم زيارة اخوي حسين الجنيبي ابو سلطان والاخوان في بلدية ابو ظبي. ان شاء الله راح يكون لنا موقع قدم في الامارات.
الشكر والتقدير لاخوي ابو سلطان، وعدت نتيجه الجهره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. واخوي عبد الله الله يحفظكم. يلا متوجه الى البحرين ثم الكويت. مسافة الحدود تقريبا 360 كيلو من أبو ظبي من مركز المدينة. قربت من الحدود الساعة بتوقيت الإمارات 4:15، توقيت الكويت 3:45. الساعة الحين 4:47 دقائق، الحين يتغير الوقت إن شاء الله بالسناب الجاية ثواني إن شاء الله. هذا الوقت تغير صار 3:05 دقائق. عند الحدود السعودية البطحة هذا أقرب مكان على الخليج العربي من عند منفذ قطر سلوى في طريقي. هذا شاطئ بحر سلوى شايفينه، الخليج العربي وهناك حدود قطر شايفين. هذا موقع السيارة وهذا موقع الشاطئ. باقي على جسر ملك فهد 20 كيلو وإن شاء الله أدخل البحرين بإذن الله. وهذا جسر الملك فهد، هذه البوابة بوابة الرسوم شايفينها. الحين على جسر الملك فهد